مساء الخير، هتكلم النهاردة عن موضوع الشاب الصيني اللي اتعرض لإهانة امبارح في مصر. تخيل بقى نفسك او حط نفسك بقى مكان الراجل ده، وحضر شنطتك واحجز تذكرة الطيران واعمل كل حاجة واحجز فندق وخلي معاك شوية فلوس عشان انت نازل تتفسح في مصر وبعد كده تتعرض لإهانة. انا الصراحة مستغرب ومستعجب من اللي حصل. احنا مصريين اللي معروف عننا المساعدة والكرامة نعمل كده؟ احنا مصريين اللي معروف عننا حضارة 7000 سنة واجدادنا وتعليم وطلعنا نماذج كتيرة للعالم، يحصل مننا كده؟ نزل الراجل نتنمر عليه عشان هو صيني وعندهم مرض، والمرض ده منتشر في العالم كله مش مقتصر على الصين بس. نعمل كده؟ نوصل جهلنا للعالم كله؟ نجرس نفسنا للعالم كله؟ النهاردة دلوقتي ادخل على النت هتلاقي العالم كله مشير الفيديو ده وعمال يضحك علينا. انتوا كده بتمنعوا السياح اللي هي تنزل مصر، انتوا كده بتمنعوا قطاع كبير شغال في السياحة هيوقف عيشوا. احنا نعمل كده؟ احنا مصريين ده النماذج اللي احنا بنقدمها للعالم؟ بنقول للعالم اتفرجوا علينا واضحكوا علينا. الراجل جاي من الصين او جاي من اسيا، اتكشف عليه في المطار هناك واتكشف عليه في المطار هنا وطلع ما عندوش حاجة، وسواق اوبر بس اللي كان راكب معاه ينزله ويفضحه في الشارع ويقول للناس عنده كورونا، انت بروح امك دكتور ولا سواق في شركة اوبر؟ وبعد ما نزله من العربية محدش راضي يقفله، والناس عايزة تشيله من على الارض، واللي بيخبطه بعربيته واللي بيزقه بعربيته. احنا يطلع مننا الكلام ده؟ عيب علينا قوي. على فكرة لما الفيديوهات دي بتتشير برا محدش بيقول اه اصل دي جزء او نسبة بسيطة من المصريين اللي عمل كده، بيقولوا مصر كلها عملت كده. اتفضحنا خلاص، ما بقاش لينا وش للعالم. تعالوا نشوف كده، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت وزارة الصحة للصين عشان تقف جنبهم في ظل ازمتهم، واحنا لما السايح يجي من عندهم لعندنا عشان يتفرج على اثار بلدنا، سايح يا جماعة عارفين يعني ايه سايح؟ جاي يتفسح، جاي يسرق فلوس، نهينه بالطريقة دي؟ احنا اهلنا الانسانية كلها، دي كارثة للانسانية كلها. يعني احنا ما سبناش حيوان الا اهلناه، ما سبناش انسان الا اهلناه. عايزين مننا ايه؟ عايزين العالم كله يقول علينا ايه؟ محدش يقول دي مؤامرة معمولة على مصر، لا احنا اللي عملنا كده. حرام اللي حصل، حرام في كل الاديان. احنا كناس متغربة وعايشة برا مصر الناس بتحترمنا، ايه اللي حصل لكم يا مصريين؟ انتوا ما كنتوش كده. اقدر اقول لكم اذا ارتقت الفنون ارتقت الشعوب، بس احنا طول ما بنتفرج على افلام السبكي اللي احبطت ودمرت البلد والشباب، وطول ما بنتفرج على محمد رمضان اللي في افلامه بيذبح وبيقتل وبلطجة، وطول ما احنا بنسمع حمو بيكا وحسن شاكوش اللي بيقدموا فن وكلمات هابطة، هنفضل على نفس المستوى ده، مش هنتغير وعليه العوض خلاص وشكرا. وانا اساسا من جوايا حاطط نفسي مكان الشخص ده ومكان اللي حصل له، وحاسس قد ايه باذى نفسي. انتوا عرضتوه لاذى نفسي ومعنوي واذيتوه بكل الطرق وكل الاساليب باللي عملتوه ده. شكرا لكل الناس اللي عملت كده، شكرا لكل اللي شافه واقف وما اخدوش معاه في العربية عشان يوصله المطار عشان عنده طيارة، شكرا لكل الناس اللي قالت عليه عنده كورونا. ما انتوا كلكم بقيتوا دكاترة، كلها بقت بتفهم خلاص، كلنا بقينا بنفهم، كلنا بقينا جهلة، وصلنا لدرجة عالية من الجهل. عارفين يعني ايه وصلنا لدرجة عالية من الجهل؟ احنا بورينا للعالم كله احنا قد ايه جهلة، احنا قد ايه ما ينفعش يتقال علينا كلمة انسان ولا نستحقها. شكرا.